مباشرة مشاهدينا الأعزاء، سنذهب إلى محمية السلاحف هناك برأس الجنز لنتعرف على طبعا كل هذه التفاصيل المتعلقة بالمحمية، حيث معنا من هناك الأستاذ ناصر بن محمد الغيلاني مدير محمية السلاحف برأس الجنز. أستاذ ناصر أهلا وسهلا بك معنا، وسعيدين بهذا المساء نتعرف على المحمية. أكيد نحن من خلال هذه الإطلالة المسائية أستاذ ناصر حابين نتعرف على المحمية، واعتبرنا هكذا ضيوف جايين عندكم اليوم المحمية وتعرفنا على كل التفاصيل الموجودة عندكم. مرحبا بكم، تشريف طول عمرك. الله يزيدك شرف ومقدام. تفضل الأخ ناصر، احنا حابين نتعرف من خلالك من خلال هذه الوقفة على المحمية وتعرفنا على كل تفاصيلها، اعتبرنا ضيوف نازلين المحمية وحابين نتعرف ايش الموجود عندكم وايش تقدموه لكل زواركم. طول عمرك، المحمية فيها غرف إيوائية المكونة من 34 غرفة منفصلة من خيم، وعدد الخيم 15 خيمة و19 غرفة ونسميها احنا الدرع، غرف الدرع. غرف الخيم، الخيم إيكوتنت، خيم طبيعية مصدقة للبيئة. نعم. أيضا عندنا مشاهدة سلاحف في الفترتين، الفترة المسائية والفترة الصباحية. طبعا وصول الزوار أول حاجة، الإجراءات الاحترازية أول شيء ناخذ احنا العين الاعتبار. عندنا يطول لعمرك طاقم مدرب في البوابة يأخذ يقيس درجة الحرارة ويعقم كل زائر داخل وخارج المركز. بعد ذلك يخطر الزائر بأوقات الرحلة. أوقات الرحلة عندنا الفترة المسائية الساعة 8:30 والفترة الصباحية الساعة 5 الفجر. أيضا بالإضافة عندنا لرحلات الترفيه مثل مشاهدة الدلافين، مشاهدة السلاحف في أعماق البحار والأخوار الطبيعية، والغوص أيضا مع السلاحف، والغوص أصلا بعد أيضا مع الشعاب المرجانية. نعم. طيب أكيد يعني في فترات معينة يصير الموسم السياحي جدا رائج، فعادة الزيارات تكون في أي فترة من فترات السنة بالتحديد بالنسبة لكثافة السياح؟ كثافة السياح طبعا عندنا احنا عندنا موسمين، موسم السياحة الداخلية والسياحة الخارجية. السياحة الداخلية تبدأ من شهر 6 لحد شهر 9، وبعد شهر 9 من 20 تركض عندنا تنزل شوي لحد من تاريخ 9 بداية 9 لحد 20/10، بعد ذلك تبدأ عندنا السياحة الخارجية واللي هي السياحة الأوروبية بشكل خاص. يعني نقدر نقول بأنه في هذه الفترة يعني هذا موسم السياحة الداخلية. خبرنا عن عدد السياح تقريبا بشكل يومي اللي يجي عندكم، وطبيعة أيضا الخيم السياحية الموجودة عندكم والخدمات المتوفرة فيها بالتحديد. الخدمات المتوفرة في الخيم جميع ملحقات الغرف العادية، دورات المياه والمكيفات مزودة بجميع الاحتياجات النوم وسوى الراحة. نعم. عندنا يطول لي عمرك اعداد الزوار بشكل يومي من في الحين عندنا فيروس كورونا، الجائحه اللي مرت على العالم. قبل الجائحه كان عندنا مغرابه من 300 الى 400 زائر في يوميا في الصيف، فتره الصيف. طيب ايش من الاجراءات الاحترازيه اللي تقوموا بها الان لكل من ياتي للمحميه ابتداء من وصوله وايضا عند نزوله في الخيم، فما هي الاجراءات الاحترازيه فيما يتعلق بفيروس كورونا؟ الاجراءات الاحترازيه طول عمرك مثل ما خبرتك سابقا، عندنا فريق مدرب تدريب فالشركه الداعمه اللي هي شركه المالك الام اللي هي شركه عمران للتنميه السياحيه جزاهم الله خير، عده دورات عطوا الموظفين عدة دورات، والحين الحمد لله رب العالمين الشباب ساروا على ثقافة تامة بالإجراءات الاحترازية. نعم. بداية يصل الزائر بجميع ملحقاته من الشنط وإلى آخره، يعقم يغاس تغاس درجة الحرارة، بعد ذلك يعقم هو وجميع ما يحمله من حقائب وإلى آخره.
يحافظ على التباعد الجسدي. وايضا سابقا احنا عندنا جميع النزلاء ينزلوا في اللوبي اللي عندنا في قاعه الانتظار. حاليا لا، حاليا نزلاء الغرف معاهم اكس الدور باب الخروج. هذا للتقليل من التجمع. التجمعات نعم. نعم. طيب استاذ ناصر، يعني اكيد يعني السياح عندما ياتوا للمحميه يستمتعوا ايضا بمشاهده السلاحف ومشاهده الدلافين، ما اكثر شيء يجذب السائح سواء كان من داخل السلطنه او حتى من خارجها في المحميه؟ تعشيش السلاحف. طبعا محميه السلاحف راسل بيستعد من اهم محميات العالم، ثالث اهم محميه في العالم، وثاني اهم تجمع للسلحفاه الخضراء في العالم. بعد استراليا، تجمع بعد استراليا، وثالث اهم محميه في العالم بعد كوستاريكا واستراليا. الناس الزوار اللي يجوا عندنا يفضلوا اول حاجه مشاهده السلاحف. نعم. طريقه وضع البيض، طريقه حفر السلاحف، السلاحف دقيقه جدا. لما تحفر بحذر شديد. نعم. تبحث عن المكان المناسب. لما تحفر الحفره تحفر نص متر بزعانف الاماميه وثم تدير 360 درجه لتضع لتحفر ايضا بالزعانف الخلفيه، واذا سقطت رمال على الحفره تتاكد بان الحفره لا نعم غير مناسبه. اكيد تفاصيل جميله ناصر يعيشها السائح، وفرصه ايضا لكل من لم يزور. نعم. طبعا هذه المحميه فرصه لزيارتها والاستمتاع بكل هذه التفاصيل اللي تكلم عنها. شكرا لك استاذ ناصر بن محمد بن حمد الغيلاني، مدير محميه السلاح براس الجنس، على كل هذه التفاصيل المتعلقه بالمحميه. شكرا جزيلا. طبعا ايضا السلاحف ايضا محميه بحكم انها ايضا مهدده بالانقراض، لذلك وجب الاهتمام بها، وهناك جهود ايضا من قبل الجهات المعنيه للحفاظ عليها واستدامتها باذن الله تعالى. نحن وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج من عمان، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بكافه المحطات في هذه الامسيه. غدا ان شاء الله حلقه جديده، موضوعات متجدده في من عمان. تقبلوا تحيه فريق العمل، وهذه تحيه من المخرج ابراهيم الزجاري. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.